100 مليون جنيه، فطبعا بتشكر على حضوره، بتشكر الاتحاد الاذاعه والتلفزيون الاستاذ هشام رشاد. دي شراكه بين الاتحاد، يمكن انتوا هتشوفوا انه هو ده الفكر اللي احنا ان شاء الله او قناه النهار هي هتنفذه. هتلاقوا حاجه مختلفه جدا في البث والاستوديو التحليلي مع كابتنين كبار جدا، كابتن شوقي وكابتن زيدان. الناس كلها كل الاجيال عارفاهم، من اول اولادنا اللي عندهم 8 سنين لغايه ابهاتنا وعائلاتنا الكبيره. القناه الثانيه هيبقى فيه بث مشترك. الحاجات الفنيه دي هسيبها للاستاذ جلال طبعا، ايهاب جلال. بس انا بتشكر الاتحاد الاذاعه والتلفزيون على ان هم قدروا فعلا يطبقوا الفكر ان احنا يبقى فيه تعاون مشترك بين احدى القنوات الفضائيه الخاصه مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون. وبتشكر الاستاذ عصام الامير ان هو ادى الفرصه دي ان احنا نثبت للناس كلها ان الموضوع هيبقى مختلف تماما في الفتره اللي جايه دي، ونثبت للناس ان قناه النهار او مش محتاجه اثبات، يعني نوري الناس ان في. يمكن استاذ علاء الكحكي كان قبل كده قال احنا ما مشيناش من مشهد، او يعني لم نختفي المشهد، بس هن 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 يعني هن هن يعني هن نقول ايه، مش هنظهر دلوقتي، فهنظهر في الوقت المناسب. يمكن هو ده الوقت المناسب اللي هو شاف ان هو يظهر بيه بالطريقه اللي هو هتبين. لو احنا بنفكر في الاحداث والايفنتس، كل يوم في حدث رياضي وكل يوم في حاجات ممكن تظهر فيها القنوات، بس الشطاره انك انت تختار الحدث اللي هو هيظهر مدى الشغل كويس ومدى البروفيشناليتي بتاعت القناه وبتاعت الشركه.